كنت تو يعني تشتري اللهم صل على النبي يعني لوت كتير اوف تماثيل بلوت اوف ماني يعني اي وونت هيلب يو تو. الله يخرب بيتك يا رمز، الله يخرب بيتك، الراجل هيموت مننا، شارب لغايه دلوقتي 24 حجر، حرام عليك، ده صدره خلاص قرب يتخرم. هانت هانت، دول هم حجرين كمان وهيقر ويعترف على كل حاجه. ويعترف على ايه واحنا بنقرب جاسوس؟ لو سمحت يا دوله سيبني بقى عشان اطلع المصلحه. بص مالكش دعوه اي مصالح. بص يا خواجه، خواجه سيبك من الشيشه دي وتعالى نركز مع بعضينا شويه في البيزنس. أوكي. يعني ها وي واعوذ بالله من كلمه وي، اي تماثيل انت عايزها كبيره صغيره مومياوات مقابر انا ماي ايس ليك. يعني شوف انت اي دولارات معاك اللي انت معاك يعني عايز تشتري بيه ادهوني وانا هظبطك. انا مبسوط كتير اني اتقرفت. لا لو الشيشه دي قرفتك ممكن نجيب شيشه تانيه ونغيرها. يعني يا غبي اتقرفت يعني اتعرف يعني بينا يا دولا؟ ده الكلمه خرمه وداني من جوه يا دول. هو قصده يقول ان احنا مش نضاف. لعلمك بقى يا خواجه، لعلمك احنا اكتر شعب بيستهلك صابون بريحه في منطقه جمهوريه مصر العربيه. اهو اهو حتى بص اهو فرجوا على معالم القاهره. انضف فرجوا على المعالم، فرجوا. اقعد يلا اقعد يلا، بس ما تضرب لناش السياحه في مصر. زي ما بقول لك كده يا خواجه، يعني انا عينيا لي يا عم. هتموت نفسك بالشيشه دي، سيبها خالص. ليت ذا شيشه تو ذا اذر بيبول، يعني مالكش دعوه، احنا تحت امرك. يعني احنا كنا عايزين نعمل فيلم كبير قوي عن اسره مصريه وعادات وتكاليد هنا في ايجيبت، يعني في مصر. اسره مصريه؟ يعني عايزين تماثيل مثلا واحد وابنه او واحده وجوزها وعيلين. تحتمس كان عنده عيلين وكان عنده عين متبنيه. ليسن مستر ادل، احنا عايزينك تساعدنا في فيلم ده. عايزينك انت وقيلتك تمثل معانا في فيلم. مثل في الفيلم؟ لا ده موضوع يعني عايز تفكير طبعا. انا عمري اصلي ما مثلت، لا كسف جدا يعني، لكن هفكر. المهم الحقوا انتوا بقى الحجز بتاعكم بتاع الاوتيل. الحقوا ايه يا دول؟ عيب يمشوا كده. عيب. عيب ايه؟ ايوه يا دول عيب. يعني ازاي تبقوا قاعدين هنا وعايزين تروحوا تقعدوا في اوتيل يعني، وبيت اخوكم حبيبكم عادل يساعد من الحبايب 20 50 ألف؟ فيري فيري نايس. دي فكره كتير كويس. لا دي فكره كتير مش كويس. واو. ابوس الواو. يا عم الهايل. اهلا وسهلا. يا دول مالك يا عمي، مالك في ايه؟ ان شاء الله دول ضيوف وهم بيجوا برزقهم، صدقني يا دول. وبعدين دول مش ضيوف عاديين يعني بتوع شروه وتعدي والكلام من ده، لا دول هيبقوا زباينك على طول، يعني الوفات مؤلفه. دول فين بقى المشكله؟ المشكله ان انا جبتك معايا هنا يا رمزي. يا غبي يا غبي، دول هيجوا يقعدوا عندي فين في البيت؟ هيبيتوا فين؟ هيبيتوا فين؟ قولي هيبيتوا فين؟ يا جماعة أنا جامعكم النهاردة عشان أقول لكم حاجة مهمة جدا. النهاردة إحنا جايينا ضيوف من دول العالم الأول، جايين عشان يشوفوا ازاي زمايلهم دول العالم الثالث عايشين. الحمد لله، يعني احنا كده ضمننا المركز الثالث والجائزه البرونزيه. الثالث لان مفيش عالم رابع، فعشان كده بقينا احنا المركز الثالث يعني. طب يا عادل انت هتقدر على مصاريفهم؟ يعني اكلهم وشربهم وكسوتهم؟ لا 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 لا، دي كلها حاجات بسيطه. اولا الناس دي عينيها شبعانه قوي، يعني مش ان الناس اللي بيجوا على ميعاد غدا ويقولوا يا معلش احنا اسفين جايين لكم على الغدا، لا عينيهم مليانه مليانه. ده بالنسبه للاكل. بالنسبه بقى للكسوه، ما تقلقش خالص من الكسوه، هم بيجوا بشرطاتهم. انا كل اللي انا طالبه منكم يا جماعه بجد ان احنا نركز، لازم يبقى فيه حب، لازم يبقى فيه وئام، لازم يبقى فيه التئام، يعني عايزين كل المشاعر الاسريه دي تبقى موجوده عشان نعبر عنها قدامهم، لان هم الناس دول جايين يصورونا احنا ازاي عايشين. عايشين؟ هي دي عيشه يا حسره؟ ده اللي انا خايف منه بقى يا ماما. لا 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 لا، ما ينفعش الكلام ده. هي دايما الكلام ده هو اللي بيحبط الواحد. يا دي عيشه يا حسره، ويجر وراها بقى على طول يا اختي واحنا مالنا. لا لا لا، والنبي عايزين كلام، بدل ما يبقى فيه احباط عايزين كلام وطني. لازم نتكلم كلام وطني يا جماعه، لازم نحس باهميه اللي احنا بنعمله. يعني يا ربنا يخليك لينا يا عادل، يا مأكلنا يا مشربنا يا مدلعنا يا مغذينا. ابقى عادل، طب تحب اول ما يهلوا علينا نقوم واقفين طابور كده ونغني لهم نشيد الوطن؟ بلادي 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 لك حبي. ايه 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 يا رن،
نشيد وطني ايه؟ هو انا جايب فريق كشافه؟ بقول لكم ناس من دول العالم الاول وجايين يصوروا عيله مصريه. احنا يا جماعه بنعبر عن مصر، لازم تبقوا فاهمين ان احنا عندنا هدف وطني. احنا يا جماعه نعتبر سفرا لمصر، مش عايزين اي غلطه، اي غلطه صغيره ممكن يبقى فيها اساءه لسمعه مصر. اوكي، احنا فهمنا يا عادل كل اللي انت عاوزه. طيب مدام فهمتوا، اتفرج على بروفا بقى، عايز اشوف بروفا بين اتنين حموات فاتنات بيحبوا بعض وعايشين مع بعض في وئام وفي حب وفي انسجام. فرجوني كده. مين؟ مجيدة، ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني مو. انت وحشاني اكتر. امه ايه انت بقابلها في السوق يا ماما؟ يا ماما لا كده اوفر خالص يا ماما، ده انتوا عايشين مع بعض مش بتتفاجئوا، ده انت كان ناقص شويه تقول لها وابنك حماده اخباره ايه يا اختي؟ عمل ايه في الثانويه العامه؟ لا عايز اداء طبيعي، بلاش اوفر لو سمحتوا يا جماعه. اتفضل انت يا حماتي وريني كده هتعملي ايه. انعام شيري مون امور، وحشتيني. بونسوار شيري. نحمده يا اختي. نحمده؟ يا نهار اسوح، بونسوار شريف يترد عليها بنحمده؟ ماما والنبي اقعد بعد اذنكم يا جماعه، بعد اذنكم، انا مش عايز صراحه حضرات خالص. يا عادل الذنب مش ذنبي، الذنب ذنب مامتك، انا بتصرف بالطبيعه بتاعتي اوكي، لكن امك هي اللي هتعرك عشان هي بيئه، لكن انا علشان انقذ الموقف انا هعمل الماما بتاعتك وانعام تعمل الدادة. امي انا الدادة؟ على كده يا عادل بقى انت الجنيني اللي جاي يرش الشقه. يا نهار اسود، انت عاوزه تاخدي ابني مني؟ انت تعرفي تخلفي زيه؟ انت بالكتير خلفتك بنات يا اختي، وابني مسطر واحده منهم. يا ماما مسطر واحده منهم ايه يا ماما؟ هو انا لقيتها نازله من بوكس ورحت خدتها اتجوزتها. اخرس خالص، عاوز تتبرى مني؟ لا لا لا، اصلك انت مش فهمانانا، عادل محتاج لام متحضره، انت لوكال محليه من هنا، عادل محتاج ام عالميه. يا اختي على 100 ولا على 1000؟ عايز اسم الله عليكي بقى كمان اعزف على الاله الكاتبه، انت تخلصي خالص يا ام 44. لا لا جاميها وداري، انا مش ام 44، 45. انت 90. لا انت 100. يا جماعه بلاش فضايح، الناس جم حرام عليكم هتبوظوا العلاقات. اصبر بس يا ماما، شيل الملوخيه دي بسرعه، شيليها بسرعه. ليه يا اخويا؟ هي الملوخيه عيب. يا ماما شيليها لو سمحت يا ماما، مش عايزين نفاجئهم بملوخيه على طول كده. وانت يا نجلاء ما ترميش قش لب على الارض. انا برمي على الترابيزه. ما ترميش على الترابيزه، بصي ما تاكليش لب خالص. ها وياسمين البسي حاجه في رجلك، ما تدوسيش حافيه. مين رانيا؟ غيري الهدوم دي، غيريها. يعني البسي ما اعرفش اتصرف، حد يلبس اخضر على ازرق؟ اتصرفوا ونظفوا الارض، نظفوا، شيلوا احترام. اهلا. هاي تفضل. جود مورنينج. بس ايه رايك بقى في جاك وجاكي؟ يجننوا مش كده؟ بس هيقعدوا 5 ايام يا عادل، طب حنبيتهم فين يا حبيبي؟ بصي بقى انا شايف صراحه ان امك هي اللي ممكن تسيب الاوضه زي ما هي، يعني حماتي حبيبتي معقوله حد يخرجها من اوضتها؟ يعني تعيش معززه مكرمه. يبقى مفيش غير ان طنط انعام بقى مامتك هي اللي تقعد دايما في لا اوعى تقنعني، عيب طنط انعام تسيب اوضتها، لازم تقعد في اوضتها طبعا. يعني طبعا يعني مامتي ومامتك لازم يقعدوا في اوضهم، بس انا متهيألي ماما هتتضايق قوي لو عرفت ان احنا هنفرش وننام في الصاله انا وانت يا رانيا. لا يا حبيبي، افرش في الحته اللي تعجبك، احنا ضيوف وده بيتك، لازم نبقى خفاف. ايه رايكم في الاوضه بقى؟ يس اتس نوت باد. نوت باد ايه؟ لا ما انت اللي هتباد هنا، انا هباد بره بقى يعني. لا والاوضه دي لعلمك احسن اوضه موجوده في الشقه كلها، اوضه يعني مش مستخسر فيها اي حاجه صراحه، يعني تلاحظ حتى كلها دهنها بالزيت مش بالبلاستيك، يعني اويل نوت بلاستيك. يلا جود مورنينج بقى. جود مورنينج. على فكرة الفرشة دي متغيرة يعني، وبعدين على فكرة برضو ايه، بصوا هتلاقوا الغطيان اللي هي بتاعت المخدات دي جديدة لسه ما استعملناهاش خالص، وكمان حطيت لكم بقى ايه اللي هو اللحاف اللي على شكل كاروهات ده، والمرتبة نفسها مرتبة سوست،
يعني سوسة دي بقى ظهرك كروماتيزم ما تقلقش خالص ها، ولا سرسوب بقى هوا يجي يقرصك في عضمك ولا الكلام ده، يعني مرتبه مرتبه يعني، والحاف وكله كله زي الفل ونضيف يعني. ها ماشي الحال، يلا جود مورنينج، يعني كل حاجه براحتكم، اتعاملوا مع البيت كانه بيتكم يعني يور هوم مثلا. يلا باي، جود مورنينج. بس هو حضرتك بس معلش انا اسف، يعني في قواعد للبيت، البيت مثلا وانت انت عارف طبعا كل منزل بيبقى له القواعد بتاعته، وانت خارج مثلا ايه رايح الحمام، اما تدخل الحمام وانت خارج بقى تطفي النور بتاع الحمام عشان الكهرباء يعني، وبعدين السيفون عندنا السيفون في الصيانه، فانت بجرد الميه وتدلق ميه يعني بعد. اوكي اوكي، اند اي ويل كلوز مهبس اند اقرص على شباك حمام بواحد هيتا كورنان علشان فيران ما تخش. صايع صايع يعني ايه ده عشان الفيران ما تخش، يور هازبن صراحه يعني 100 100. يلا اوكي يلا خلصنا. اوكي خلاص، جود مورنينج. جود مورنينج. جود مورنينج. اوكي جود مورنينج، مع السلامه. باي باي. مستنييني ها؟ حركات صياعه امريكاني يعني. السوسه بقى 100 100. ها انا بره على مش سوسه يعني الفلور. ها يلا اوكي. جود مورنينج. جود مورنينج. ايه ده؟ ما بيناموا بيختفوا ولا ايه؟ كله تمام كده جاهز؟ يلا يلا، حلو الشعر حلو الشعر، ماشي ماشي. ماما ماما يلا اتعدي يا ماما، خدي بوز خدي بوز. اخد ايه؟ ما تديني بوز، انت اديتني وما خدتش. يا ماما بوز يعني اعملي حركه اعملي حركه. ماشي، وانت خدي بوز يا رانيا. لا بوز مش بوز، لا بوز يعني ايوه كده اهو. ماشي كله جاهز؟ حلو قوي، حلوه حلوه برضو دي يا ماما اللي انت لابساها فوق دماغي. ماشي. هلو. اهلا اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. يلا جاهزين يا جماعه؟ مشرفين فعلا. احنا جاهزين، اتفضل قول اكشن. اكشن ايه؟ ايه دي؟ نو 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 نو. حضرتك دي بدله جديده، دي بتاعت العيد. ايه بدله يعني؟ انت فاكراني واحد مصور افراح هاخدك صوره عند نافوره؟ نو انا قايسكم بطبيعتكم خالص، طبيعي طبيعي. وانت البسي جلابيه، مددي على كنبه وقيلي ايلي. يا نهار اسود، ده واد صايع بجد من امريكا يا اخوانا. عارفين الواد ده؟ هتلاقي مثلا امه من الكتكات واسمها حسنيه، ها، وسابت الكتكات سنه 92 لما حصل موضوع الانتفاضه بتاعت حرب امبابه. ايه دي نو؟ بيض ايه اللي عايزه تعمليه بالسمنه البلدي؟ يا حبيبتي دول ناس اجانب، يعني معدتهم حساسه زيي، يعني هياكلوا البيض اومليت بتاعي بزيت الزيتون. طب ايه رايك بقى ان انا هاكلهم البيض بتاعي بالسمنه البلدي عيون، وهديهم كمان فوقي مرته. مرته ايه بس يا ماما اللي انت عايزه تديها لهم دي؟ مرته ما ينفعش يا ماما، لازم الاول الناس دول يشموا هوا نظيف، وبعد كده تبسي عليهم بقى بالمرته وبالكشك وبالدمعه وكل اللي انت عايزاه. عادل بتيجي مع حماتك ضد امك؟ طبعا، يعمل ايه الراجل اذا كانت مامته على طول عاوزه تعره؟ تعره وتشوف انت مش هجيب. ماما ماما مش هتوصل للبرتقال وهنضرب بعض بالبرتقال؟ لا والنبي والنبي بس 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 عشان جم جم جم. صباح خير. جود مورنينج. ايه صحيتوا بدري قوي كده ليه؟ ده انا كنت فاكر ان فرق التوقيت بيننا ساعتين يعني. لا ما هم اصلهم على توقيت جرينتش. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا الفطار. البريكفاست يعني. بالانجليزي يعني. دي ايجز. اكسكيوز مي مستر ادم. يس. ايه دي؟ ده فولكلور وطني اسمه مورتا. مورتا؟ مورتا. مورتا جميلة يعني. اوه، اتس فيري نايس. انت سياحي سمنة بلدي حلو. خواجة بس دويه، اتبطي انت يا اختي بالاومليت بتاعك. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. يعني انا متهيألي ناخد الفطار ونطلع بيه مثلا على اي منطقة أثرية، برضو اما احنا نفطر قدام آثارنا وتاريخنا دي تبقى حاجة جميلة يعني، في الصورة تبقى مشرفة ولا ايه؟ اوكي اوكي، بس الأول فين الفول والطعمية؟ طعمية.
والله العظيم الخواجات دول عيره مش حقيقيين يعني. مستر جاك، ملاحظة في عينيك نظرة توتر وحيرة وألم، في حاجة ناقصة؟ أيوة، أنت حاجة هرشة. هرشة؟ بتنكان مكلل، خيار مكلل، مقلفت. مقلفت؟ لا بص، أنت علاجك عندي أنا بقى جاك، أنت وجاكي تيجوا معايا كده ونطلع على العربية بتاعة سيد قدرة، ناخد بقى إيه فول من على وش القدرة على طول، مع كل الحاجات الحرشة اللي أنت قلت عليها دي بقى، مع بصل أخضر، مع كله يعني. سيد قدرة ده بقى مشهور بالشعار المعروف، إن خلص الفول أنا مش مسؤول. لا صايع صايع يعني. حلو، اضرب اضرب. تحبوا بقى تشربوا حاجه ساقعه؟ نونو انت ممكن تبقي رمزي، جيب 2 كيس عصير قصب من عند حمدي ملك الكوكتيل. خد 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 خد. احنا قلنا لازم نظهر بمظهر مشرف قدام الفضائيات كلها، هتخش لنا بكياس بتاعت عصير قصب. روح هات لنا ازازتين ميه نيل تكون ساقعه، معروف طبعا اللي بيشرب من النيل لازم يرجع تاني، يعني معروفه جدا يعني. يلا بسرعه هات لنا ازازتين ميه نيل. مستر قادر، كنت عايز اسالك واحد سؤال، انت مستريحة في شغلك؟ بص حضرتك، انا بلا فخر يعني انا اكبر بازارجي في جمهورية مصر العربية. متأكدة؟ طب ومدعي الفقر عليا يا دولة، طب ما تفك الكيس يا عم وتديني قرشين زيادة ولا حاجة علشان القرش ما يقفش في زورك تفطس. بس يا هتفطس. بس يا انيمال. وهل تقومي بالامل وحدك؟ وحده ايه يا خواجه، انتوا عايزين تمحوا شخصيتي خالص، انتوا الجزء ده من غيري يضيع. ده ويضيع و... ايه هتنكر؟ هي از فاني مان يعني. از ايه اللي من غير يضيع؟ انت بتغلس عليا وانا بصور؟ يعني تحب وانت بتصور غلس عليك؟ لا يا دول، مش انا اللي عليا الدور في التصوير؟ صح يا دول. يبقى انت ما يجي عليك الدور محدش هيتكلم معايا. خلاص خلاص يا دول. ايه ده انتوا خانقوا؟ لا احنا مش خانق ولا حاجة. انه الان حان موعد البريك بتاعي، ما رأيكم يعني ايه رأيكم لو نروح مع بعضينا نقعد على القهوة؟ انا موافق. ايوه ايه رس على كيسة نجيبة بلا قطيفة دش. ايه ده يا عم، ده حظ عوالم ده يا عم. نو حبيبي، دي قرصة هرفنة على فكرة. الخواجة ده مش أصلي، أنا شاكك إنه الولد سيد باروكة ومتنكر. لا ومتنكر ليه؟ ما هو لابس الباروكة أهو. كده بقى بقيتي على الحميد المجيد، وراحت القشرة عليك يا حلوة. حلوة، طب بقول لك إيه؟ تلعب 10 كمان لو كسبت أديك الجنسية؟ ليكي في 5 أمريكاني. ليا في 5 أمريكاني بس على المشاريب. يبقى هتسقي القهوة كلها يا حبيبي. ولا قوم من هنا، قوم من هنا، مخسرني في البازار ومخسرني في الطاولة كمان. امشي من اقعد يا رمزي اقعد. هي از ماي فريند، هي از انيمال لايك دوج. اطر بلدنا بلد سوا، فيها الاجانب بتتفسح، والكل عام وقت المروح، بتبقى مش عايزه تروح، وتسيب بلدنا. قضية المصلحة يا معلم، وكارتين تنت البنكنوت، وطلعنا احنا من المول بلا حمص. يا ابن حمص يا حب العزيز، ايه اهم حاجة ان الناس دول مشوا من عندنا مبسوطين ومتكيفين ومتزبطين ومية مية، سيبنا سمعة كويسة لمصر وعرفوا عاداتنا وتقاليدنا كل حاجة. ايه ده بتضحكوا على ايه الناس دي؟ هتلاقيهم بيتفرجوا على مرسحية علشان العيدة دول. عيدة يا ابني؟ رمضان لسه جه اصلا. ايه ده؟ دي سماء. سماء راحت في السكة البطلة.
لحسن استشوار يلفظ كهربا متسربه لصباعك فتبف ايه بس يلفظ ايه؟ بصي الفاظك دي هي اللي مضايقاني صراحه وهي اللي هتبوظ السشوار. لو سمحتي يا رانيا بعد اذنك خليني اركز، لان الاجهزه الكهربائيه دي بتبقى حساسه جدا وبتبقى عايزه تركيز جامد جدا. بعد اذنك يا رانيا. سوري سوري سوري، بس اصلا انت بتعرف تصلح ادوات كهربائيه؟ بعرف اصلح ادوات كهربائيه، انا اساسا مولود في فيشه. ماما انت بتتكلمي ايه؟ قال بتعرف انا خلصت اهو. لا عارف المشكله ممكن تبقى في ان في عطل ما في المكوك الامامي. اللي هو المكوك الامامي ايه؟ هو ده سشوار فضائي؟ المكوك ده ملوش علاقه خالص. استني بس، عشان هو تقفيله ده اهم جزئيه فيه. بص يعني اهم حاجه نقفل الدراع ونقوم جايين على دي ندي لها كبسه قويه. بام قفل معايا القواصي اهو، كله قافل اهو. ايه رايك؟ ده لونه اتغير، ما هو مزرق لان هو اساسا من الحبسه فازرق يعني. تحب نجرب بقى؟ اه اول حاجه على فكره لازم نشغله على السرعه الاولانيه، ده اول حاجه. لما يبتدي ياخد على السرعه الاولانيه نقوم مديله السرعه الثانيه. ما نقدرش نشتغل على طول على الثانيه عشان ما بيكونش الموتور لسه ايه. يعني انت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في دي شغلتي اصلا. انا عارفه ان الموتور محتاج ان هو في الاول ياخد المستسرعه الاولانيه اللي هي دي وبعدين يشتغل كده. كويس ان السشوار ما بيفهمش كلامك، الحمد لله. احنا عموما هنخش الاول على السرعه الاولانيه. بصي اشتغل اهو. ايه رايك؟ حلو ده. وبعدين نقوم داخلين على الثانيه بقى. تهاني يا ابني. وبعد كده بقى ندخل على الثالثه. ندخل على الثالثه. اهو يا ياسمين، صلحت لك العربيه عشان تعرفي بقى ان باباكي اشطر ميكانيكي في العالم. شكرا يا بابا. العافيه حبيبتي. يلا بابا. عربية مش بتمشي. معقولة بوظتيها تاني يا ياسمين؟ وريني بوظتيها تاني. ما يا بابا انا كان بتمشي شوية وبعدين تقف. اول ما انت صلحتها ما بقتش تمشي خالص. ازاي بقى؟ استنى ده اكيد البطارية خلصانة. البطارية خلصانة ازاي وهي بتنور اهي؟ يا دي التلفزيون، دي رابع مرة يفصل. مش عارفين نتفرج على حاجة من صباحية ربنا. أنا ما تحيدش أتفرج على الحالة الأجنبية غير خمس دقايق بس. يا عادل شوف لنا حد يصلح. حد يصلحها وأنا موجود؟ تصليح ده لعبتي. هو التلفزيون ده تصليحه ياخد حاجة يعني؟ دودو حبيبي خد بالك احسن تعمل في التي في زي اللي عملته امبارح في السشوار بتاعي. يا حبيبتي انا كنت اقصد مخصوص ابوظ لك السشوار بتاعك لسبب بسيط جدا، ان انت يا حبيبتي شعرك بيبقى احلى بكتير من غير السشوار. يا روحي يا عادل، ميرسي ربنا يخليك لي. هروح اجيب لك المفك بسرعه. وانت من امتى ان شاء الله بتفهم في التلفزيونات والاستشوار؟ افهم يا ماما، دي كلها دوائر كهربائيه بسيطه تقدر تتحل بسهوله جدا يعني. طب خلي بالك لا تتكهرب. الكهرب الكهرباء دي لعبتي يا ماما. طب يا عادل من فضلك ما توقفش حفيانان. لا 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 حفي ايه، دي بديهيات، انا لابس شبشب خشب. لا دي بسيطه خالص. بصوا ايه ده التلفزيون بص؟ لا ما بص ولا حاجه، كله خير كله خير ان شاء الله. العيب في ايه يا ابو العريف؟ اكيد العيب على فكره، العيب بقى في الريسيفر. ريسيفر ايه؟ ريسيفر ده لسه جديد يا عادل. ما عشان جديد الريسيفر مش متعرف لسه على التلفزيون، عشان كده ما ولفوش على بعض. طب ما تحاول تسيسهم على بعض يا عادل. اسيسهم على بعض؟ حاضر بس بقول لكم ايه، اخلوا لي المنطقه دي بقى. اخلوا لي المنطقه دي يا ماما. كله تمام خليته؟ خلاص. مش بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي ماما الحقيقة ماما ما تخافيش يا ماما، انا كويس بس حد يجي ياخد ايدي. ياسمين فين؟ ماما عصايل بيتنطط حوالينا يا عادل. مش قلت لك ابعد عن الشر وغني له؟ غني له ايه؟ ده نار بقى بيني وبين التلفزيون ده. عادل لا اله الا الله محمد رسول الله. خدوا ساتر خدوا ساتر. تمام.
الحمد لله. ازاي عاد؟ ازاي صلحتي بسرعه دي؟ عملت ايه؟ قلت لكم الكهرباء دي لعبتي اصلا يعني. تسلم ايدك يا حبيبي. ويلي طفيتوا النور ليه؟ الحقني يا عادل بقى يا نضارتي. منك لله يا عادل. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا عادل. خلي بالك من ياسمين يا رانيا. عادل انت فين؟ انا هنا وفي حاجه فوقيه وزنها بتاع 15 كيلو. ده انا يا عادل يا حبيبي. الحمد لله يا رب الرجيم جاب نتيجه. رجيم ايه؟ قومي من فوق رجلي، قومي يا جماعه. يا جماعة أنا عايزكوا تخلوا البيت كله خالص. يا دول ولا رمزي؟ ايه؟ انت فصلت يلا الخط بتاع التليفون ده؟ لا يا دول، اما هو يا عم امال بكهرب ليه ده؟ ولا انا اللي فيها كهربا زيادة؟ انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ مش عارف ادول. انا التمثال ده رابع مرة لزقه وبيتكسر برضه. وايه اللي كسره المرة دي؟ بيقع مني. طب ما يبقى انت اللي كسرته يا غبي. مال ده ومال اللزقة. المهم انت تعرف حد بيصلح تلفزيونات يلا؟ بيصلح تلفزيونات؟ اعرف، بس انت عايزه ليه دول؟ عشان يصلح لي الغسالة. ايه ده؟ يا الغسالة يا عم اللي باظت ولا التلاجة ولا ايه؟ السيفون يلا. السيفون؟ ايه ده؟ كانت خناقه جامده بقى دوله. كانت حته خناقه راح فيها ثلاث اجهزه. المهم يعني انا عايز بقى مهندس شاطر يجي يعمل قعده عرب بين الاجهزه وبعضيها. عنايه يا دوله، مفيش غير الواد حمدي سكرين اللي على ناصه الشارع. بس في مشكله دوله يعني. ايه؟ ما بيحبنيش. يبقى بيفهم، هو ده اللي انا عايزه. وانت انا ما تصلحش حاجه، مش انت عارف ان انا بصلح كل حاجه؟ سيب لي الحاجه دي هنا اهو. ماشي يا استاذ. حاسب يقع. الو؟ ولا هو حمد سكرين ده بيصلح التليفونات برضو؟ مساء الخير. مساء النور. مع حضرتك حمد سكرين اخصائي تصليح تلفزيونات. اهلا وسهلا، معاك عادل اخصائي تبويض تلفزيونات. مساعد حمد سكرين هاني ترانس. هاني ترانسات بقى، اهلا وسهلا. امال فين الحاله يا استاذ؟ الحالة موجودة اهي، اتفضل اهي قدام حضرتك. يا مسهل يا رب. من فضلك يا استاذ عادل، شايلية وشوب لبن لهاني مساعد بتاعي. عينيا، حاضر. يا مسهل يا رب. يا ساتر، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه خير؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل يا دكتور؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. بعد اذنك يا ريس، كرسي لهاني عشان يقعد عليه ويريح رجليه بس. لا عينيا، حاضر. ماشي. يا مسهل يا رب. يا ساتر. اتفضل يا استاذ هاني. اتفضل حبيبي. نتاك التست يا هاني. ولا اقول لك خليك يا حبيبي قاعد زي ما انت. خليك قاعد زي ما انت يا بابا. ايه ده؟ حد لعب في التلفزيون ده يا استاذ عادل؟ لا، ده حاجه بسيطه يعني، حد جه ما كانش عارف يعني فحصل منه كده يعني. ده الغبي قفل الدائره الكهربائيه بشكل متخلف. معلش، هو راح لحاله بقى يعني. وهو لما ما بيفهمش بيلعب ليه؟ بيفتي ليه؟ هو يعني كان قصده يسترزق وخلاص يعني. طب من فضلك اللبن عشان هاني، ومش مهم الشاي بتاعي. لا لا، ازاي؟ اللبن والشاي طبعا. حالا يا استاذ هاني، حالا. ايه ده؟ ايه ده؟ اتفضل يا استاذ هاني. اهلا وسهلا. ايه يا هاني يا حبيبي، مبسوط؟ اول ما تزهق قول لي يا بابا واحنا نمشي على طول. ها؟ ايه ده يا استاذ عادل؟ ده الرسيفر كمان فيه مشكله، الظاهر انه الحمار بوظ الرسيفر كمان. يا استاذ بعد اذن حضرتك، يعني كفايه غلط في الراجل، لان هو يعني بصراحه قريبي. خلاص يا عم. ايه يا هاني يا حبيبي، ها؟ عجبك اللبن؟ بعد اذن حضرتك يعني انا كنت عايز اسالك سؤال، هو هاني المساعد بتاعك ولا انت المساعد بتاعه يعني؟ صح، هو المساعد بتاعي. طب امال ايه يعني؟ انا شايف ان انت اللي بتساعده طول الوقت يعني. بصراحه بقى يا استاذ عادل، اصل والد هاني الله يرحمه كان من اعز اصدقائي، وصاني عليه، قال لي يا حمدي يا حبيبي خلي بالك منه وبالراحه عليه وعلمه واحده واحده، لانه الولد لسه عضمه طري. عضمه ايه اللي طري؟ هو في عضم؟ ده لحمه طري حضرتك. عموما الشغل الشغل. ماشي. يا مسافر نسيت. استاذ عادل، هاني خلص اللبن، ممكن تاخد الكوبايه منه بدل ما يوقعها؟ يوقعها؟ حاضر. هنيا يا استاذ هاني، تحب اجهز له غدا ولا حاجه؟ لا لسه مغديه قبل ما اجي. طب كويس، عشان كنت هاكله منين انا اصلا. ايوه هاني،
من فضلك يا استاذ عادل. ايوه. ممكن تدخل هاني الحمام بعد اذنك؟ اه. هو لحق يهضم ولا عايز يستحمى يعني؟ لا يستحمى، ياخد برد. هاني يستحمى ينام على طول. اتفضل اتفضل يا عم هاني. اتفضل يا مستر هاني. اتفضل من هنا كده. القعدة العادية تمشي معاه ولا هيبقى محتاج مثلا بانيو ولا ايه؟ ما تقلقش استاذ عادل، التلفزيون ده محتاج شغل كتير قوي هو ورسيفر. ما عشان كده برضو يا استاذ حمدي احنا استعنا بيكم. ولا احنا جايبينك ليه؟ ساعتين كويس؟ احتمال اربعة. خمس ساعات انا معاك للصبح. خلاص ماشي يا ريس. اتفضل. هاني حبيبي امرني يا حبيبي. يا هاني طلباتك اوامر يا حبيبي، انا زي بابا بالظبط. يلا يا حبيبي. ايه في ايه حضرتك؟ عايز يغير ولا حاجه اغير له؟ لا يا استاذ عادل خلاص، هاني تعب واحنا محتاجين نمشي وهنكمل بكره. كمل بكره ايه؟ النهارده حضرتك انت ما عملتش اي حاجه خالص. يا استاذ عادل انا عايزك تسيبني براحتي عشان اعمل لك شغل نظيف. حاضر ما دام شغل نظيف. حاضر استاذنك. ماشي يا سيدي، مع السلامه. الله يسلمك. مع السلامه يا هاني. وهاني جاي معاك بكره برضو ولا ايه؟ هو انا اقدر اشتغل من غيره؟ اقدر عشان اجهز نفسي يعني، احضر عندي لبن. لا لبن ايه، انا هجيب له جاموسه يحلب ويشرب على طول. ما بلاش عادل. هو ايه اللي بلاش؟ المهندس اللي جه يصلح التلفزيون ما جاش تاني، وبكلمه تليفونه مقفول، انا لازم اتصرف. وبعدين خلاص يعني السلك ملمس والكهرباء مظبوطه وكله تمام، وانا قربت يعني. ربنا يوفقك. بقول لك انا محتاج حد يساعدني، ايه رايك تعملي دور بليا؟ يعني ايه؟ يعني انت هتساعديني في تصليح التلفزيون ده. بجد يا عادل؟ على فكره بقى انت بتفهم في تصليح التلفزيونات خالص. طبعا يا ماما بفهم. المشكله دلوقتي ان الفيشه بتاعت الصاله عامله قفله. بسيطه نفتحها. حلو قوي. روحي بقى، هنا في كهربا موجوده في التلفزيون وفي كهربا موجوده ضعيفه في الريسيفر، يبقى احنا محتاجين كهربا. بسيطه، ننزل نشتري. وليه نجيب من بره؟ احنا عندنا هنا. روحي هاتي لي سلك من المطبخ بسرعه. بسيطه. اوكي بسرعه. ده مليار. ايه يا عادل قاعد جنب التلفزيون بتعمل ايه؟ ناوي على ايه؟ ناوي على كل خير يا ماما، انا اصلي لقطت الصنعة امبارح من المهندس وهو شغال. السلك عادل. عادل؟ في بالي يقول للوسطى بتاعه عادل يا قط. لمؤاخذة يا وسطى. ايوه. ايه يا لقطت منك الصنعة؟ لا يا طنط. لا يا حاجة، اصل انا يعني كده امبارح يعني قريت شوية كده على البرمجيات يعني، وفهمت يعني البرمجيات يعني بتتكلم على ايه يعني. استفدت ايه بقى من البرمجيات؟ استفادت ان محدش ينفع يتبرمج علينا. صح يا صح يا روح هات لنا سلك فيه شويه كهربا يلا من الاوضه. بسيطه. اوكي. بتعملوا ايه يا ولاد؟ ابني وبنتك بيصلحوا التلفزيون. شفتي انا طول عمري بقول ان بنتي شطوره. شطوره. السلك يا اسطى. جدع يا روح بقى اعمل لنا كوبايتين شاي ها عشان الفيوز ما يلدعش. ما تخليه يلدع براحته يا اسطى. عينيا. لا انا ما احبش حد يقف لي كده، انتوا هتلبخوني. امال عايزه نعمل ايه يا عادل؟ بصي يا حماتي، انت روحي هاتي لي سلك من الاوضه بتاعتك. اوكي. وانت ماما روحي اقفي بعيد عشان الاعمار بيد الله. ربنا يستر يا اسطى. الشاي يا حبيبي. الشاي يا حبيبي؟ في ياض صابي يقول للوسطى بتاعه الشاي يا حبيبي. مؤاخذة يعني يا اسطى، العتب على اللفظ. السلك يا عادل. روح ياض هات السلك من الست هانم. ماشي يا اسطى. مؤاخذة. اتفضل يا اسطى. كده السلك ده والسلك ده والسلك ده. لا مش كفاية مش كفاية. ولا روح هات سلك تاني من اوضه ماما ياض. زهقتني بقى يا اسطى. روح ياض بدل ما بطعش. ايه ده يا عادل؟ انتوا قسمتوا البيت ولا ايه؟ طب فين الحته بتاعتي؟ بقول لك ايه؟ روحي اقعدي جنب ماما، مش عايزين دوشه. يا نهار ابيض. انت بتعمل ايه يا عادل؟ السلك يا ابو الاسطوات. انت شغلت دي كمان معاك؟
جرى يا سناء بنصلح التلفزيون. اتلم تنتن على تنتون. بقول لك ايه، لا مؤاخذه يعني احنا كصنايعيه يعني فاحنا فاهمين في شغلنا ومتميزين. جرى يا ده بيلي يا ياض، بترد على الناس في وجود لوستة بتاعك، ما تردش ياض بدل ملوشك. لا مؤاخذه ياض، اتكل على الله. طب يا سؤالي يا عادل، ايه الاسلاك انت عملت تطلعها من التلفزيون دي؟ الاسلاك دي انت جايه في الاخر. هو الاول ما خلصنا يا ماما. امسكي. طب ماشي امسكي. ربنا يستر ربنا يستر. السلك ده يبقى كده، والسلك ده ينزل كده. حلو 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 كده تمام. تعالي بقى، تعالوا من ورا من ورا، وان شاء الله يبقى خير باذن الله. خلي بالك يا عادل، خلي بالك. عيب عيب. سمي ما تقلقوش ما تقلقوش. سمي طيب سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد اثنين ثلاثة. اشتغل خدها نصيحة صريحة مريحة، خليك راجل ووعي لمك. ايوه جيل روس على شيشه، الشيشه نضيفه بلا قطيفه مع اتنين عناب احلى اتنين شباب مع فندق. ايوه جاي. ولا بدوي؟ نعم يا استاذ. حمدي قافل المحل بتاعه، حمدي سكرين، ما تعرفش هو فين؟ قاعد هناك يا استاذ، حالته ما يعلم بها الا ربنا. يا استاذ حمدي انت فين؟ ما جيتش ليه امال؟ ارجوك انا مش في زمام تركيزي. لا زمام ايه وتركيز ايه؟ ما انت لازم تيجي معايا البيت دلوقتي تخلص المصيبه اللي هناك دي. هاني تعبان. هاني تعبان؟ طب وانا مالي يعني؟ معرفش اشتغل من غيره. هو بيعمل ايه يعني عم هاني ده؟ ما بيعملش حاجة غير انه بيبقى قاعد على الكرسي وبيشرب لبن وبيسقي فيه البسكوت. يا استاذ عادل، هاني ليه تأثير كبير على ادائي في العمل. يا سلام، بيعمل ايه يعني؟ بيسقف وانت بتشتغل؟ حضرتك انت بتاع تلفزيونات ولا لعيب كورة؟ خلاص انا مش جاي. لا 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 مش جاي يا استاذ حمدي. لا 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 حقك علي. عموما يعني الف سلامة للاستاذ هاني. وهو عنده ايه امال؟ عنده دور برد قاسي جدا، عمال يغطس من الصبح، درجة حرارته 36 بشرطة. 36 بشرطة؟ ده بيروح فين ده؟ نعم قصدي يعني يعني ألف سلامة لي. عموما أنا جالي دواء برد من برة هايل، الأستاذ هاني لو خد منه حباية هيقوم زي الحصان. لا حصان إيه، هيقوم بقى زي الفيل، زي سيد قشطة، زي وحيد القرن، أي حاجة كبيرة محترمة يعني. فعلا؟ فعلا يا استاذ. احنا دلوقتي نعدي على الاستاذ هاني في بيته وناخده ونطلع على البيت عندي، اديله الحبايه وهو يخش يريح شويه على السرير بتاعي، وحضرتك تخلصنا من التلفزيون ده. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بينا. يلا بينا. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا هاني، الف سلامه ليك. ايه ده، انتوا بتنشروا في الصاله ولا ايه؟ لا ده حضرتك يعني كانت محاوله ليا ان انا اصلح التلفزيون ما لقيتكش يعني. ايه ده ايه ده، انت لعبت في شغلي؟ حضرتك دي محاوله بريئه مش لعب ولا حاجه يعني. ده انت ليلتك سودا هاني، ما تبصش هنا يا هاني، اطلع سلاني بره يا حبيبي. إيه ما يبصش ليه يا عم، هو التلفزيون عريان. يا استاذ ده غلط على مستقبله الالكتروني، كميه دمار رهيبه. عموما يعني اللي اتكسر يتصلح. يتصلح؟ انت تشتري جديد احسن. جديد ولا اقول لك خساره فيك الجديد؟ الله الله، ده انت قليل الادب قوي. سلام عليكم. مع السلامه يا اخويا. هو انت يعني بتعمل رجل الكيكي؟ يا دي شغلانه. يلا بينا يا هاني. هاني بعد كده تعالى لوحدك، ما تجيش باللسته ده ماشي، وسندوتشاتك ومصاصاتك وكله. واللبن؟ واللبن. اوكي باي باي. باي باي. هيعمل اللي فيها مش عارف ايه. ما هو كله سليمه، هو دي الوصله دي جايه كده، وادي الارضي وادي الفضائي. حلو قوي. وده بتاع الدش، وده بتاع الرسيفر، وده مش عارف بتاع ايه. طيب ما كده 100 100، ده كده على التشغيل، وهو ولا محتاج حاجه منك. أأمن نفسي برضه، مش ممكن اكون غلطت في حاجه. انت لو سكتي له هيسوق فيها. لا طبعا عادل، انا ما بسكتلوش. ازاي يعني ما يجيبلكيش هديه في عيد ميلادك؟ طب اسمعي بس اسمعي بس، انا مثلا النهارده عيد جوازي التاسع، يقدر عادل ما يجيبليش هديه؟ لا. طب بصي يا لب، بصي يا لبنى، لبنى اسمعي بس اسمعي، انا هقفل دلوقتي عشان عادل جه ومخبي ورا ظهره حاجه، هقول لك بعدين، بس ما تنسيش تعملي اللي انا قلت لك عليه. سلام سلام. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. انت
طيب يا روحي، ميرسي، ده حلو خالص. ده بقى اللي هتعلقيه في عربيتك الجديده. عادل انت جبت لي عربيه؟ ميرسي يا حبيبي، ربنا يخليك ليا يا رب. حبيبتي انا بحبك بس يعني مش لدرجه عربيه وانا اتجننت. لا طبعا، عموما ده لطيف قوي يا حبيبي. بقول لك يا عادل، هو ده بكام؟ ب10 جنيه يا حبيبتي؟ كده هتقطعيه، خلي بالك خلي بالك. عموما هديتك الكبيره النهارده بالليل. الارنوب. حبيبتي انا بحبك بس مش لدرجه ارنوب. النهارده بالليل بعد ما اخلص شغل هاخدك ونروح بره لوحدينا. لوحدينا؟ حبيبتي انت قلقتي ليه؟ انت مراتي عادي جدا يعني. نخرج بقى لوحدينا، نخرج ونعيش بره على موسيقى السلو الصاخبه، نرقص لوحدينا وناكل لوحدينا ونتكلم لوحدينا. تقصد تقول ان احنا هنروح المقطم؟ لا، المقطم ده كان زمان قبل ما نتجوز، احنا خلاص بقى اتجوزنا. هنخرج بقى لمكان هادي، اخلص شغل اخدك ونروح بقى نقعد على موسيقى السلو. يا هيبقى حته يوم. يبقى اجرت شقه مفروشه كده يا حبيبتي؟ يبقى انحراف. بقول لك على موسيقى السلو، اضواء الشموع. ليه يا عادل؟ يا شقه ما فيهاش كهرباء؟ انت ما فيش دماغك غير شقق. بقول لك انا وانت هنروح نقعد على النيل، بس اهم حاجه ما حدش يعرف خالص. عشان نبقى براحتنا ولوحدينا. ايوه. معاكي بقى 200 جنيه سلف. ليه؟ عشان نبقى لوحدينا. جوازكو عملوا عيد من امتى؟ على كده بقى النهارده اجازه رسميه، اهي فرصه اجز وما اروحش المدرسه. هي فرصه لكل العيال في المدرسه انك انت ما تروحي لهمش خالص. بطلي نفسنا بقى يا سناء. نقه نفسنا ونفس اللي يا سعادل، من كتر السعاده اللي انا شايفاكوا غرقانين فيها دي. انت عارف يا عادل ان انا لو قلت يا جواز السما دي هتمطر عرسان. يا سلام، ده ايه المبالغه دي؟ يعني انت لو قلت يا جواز السما تمطر، ومش مطر عاديه، تمطر عرسان كمان. طب قولي كده يا جواز، قول يا جواز. ماليش مزاج تمطر النهارده، هات من الاخر يا عادل. اشمعنى يعني السنه دي بتحتفلوا؟ ما انت كل سنه ما بتحتفلش. يا ماما احنا كل سنه بنحتفل بعيد جوازنا، بس ما كناش بنقول لكم. وطالما قلت لنا السنه دي يبقى انت عايز حاجه. عايز ايه؟ عايز ما تعملوش اي مشاكل النهارده. ايوه، عشان النهارده عيد جوازي انا وعادل، ومن فضلكم ما تقولوش لحد عشان مش عايزه حد يعرف. ليه بقى يا اختي وانتوا متجوزين في السر؟ لا، لانها جوازه عرة. انت تخرسي خالص. وده بقى ان شاء الله بتحتفلوا بيه ازاي؟ عادي يعني زي اي اتنين متجوزين. يعني بيجيبوا له تورته ولا بيطفوا له شمعه؟ يمكن بيذبحوا فيه، اهي فرصه نطلع حاجه للغلابه. بنسهر مع بعض في حته رومانسيه، وساعات بنجيب لبعض هدايا. وهي جابت لك هديه؟ لا لسه، بس اكيد محضره لي مفاجاه كبيره جدا. دبدوب وصغير يا ما جاب الغراب لامه. هما 200 جنيه هستلفهم وارجعهم على طول عشان اكمل على اللي معايا واقدر اسهرها في حته كويسه يا ماما. كان بودي يا حبيبي اسلفك، لكن الايد قصيره والعين بصيره، اعمل ايه؟ سناء. كان بودي يا حبيبي اسلفك بس اعمل، احنا في اخر الشهر، حد قال لك تتجوزها في اخر الشهر؟ ما انتوا اللي حددتوا ميعاد الفرح. ايه؟ لا يا حبيبتي، ده ابوك الله يرحمه عملها وغار. ماما انا مش عايزه اتجوز في اخر الشهر، انا عايزه ابقى اتجوز في اوله. مش لما تتنيلي تتجوزي الاول؟ انا من نفسنا يا عادل. مين الحيوان اللي قال كده؟ انا لو قلت يا جواز. يا نهار ابيض، انت بس السما تمطر عرسان على طول، ومش مطر عرسان وبس، دي تمطر عرسان بالمعازيم، بالبوفيه، بالزفه، بسعد الصغير، بكله. ربنا يخليكي ليا يا سناء، يا اختي يا حبيبتي يا جميله. هردهم لك باذن الله اول عيد جواز ليكي. يبقى مش ناوي تردهم ابدا. ايه ده؟ معقولة مفيش ولا ترابيزة فاضية؟ طب معلش حضرتك، يعني بصفتك أهم منادي موجود قدام المكان، ممكن تتصرف لنا في أي ترابيزة؟ أي ترابيزة، يعني تكون متطرفة، تكون من غير مفرش، من غير أباجورة، من غير كراسي، من غير ترابيزة، المهم تتصرف لنا يا عم مغاوري. ربنا يخليك، ماشي، وأنا عناية ليك يعني، أنت عارف. ها؟ مع السلامة، مع السلامة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده دولة ده؟ يا عم انت ما تتحايلش على حد يا عم، ومتشكرين يا عم مغاوري وبتاع. يا عم انت ابن عم رمزي، ما تكسفنيش اكتر من كده بقى. لا يا عم، انت الترابيزه اللي في دماغك هتجيلك وانت حاطط رجل على رجل.
وانا حاطط رجل على رجل. ايوه ده عشان انا ابن عم رمزي يعني. طبعا يا دي شويه دوله، ده انا في ناس حفيت ورايا علشان ابقى ابن خالتهم مثلا. لا ده الحمد لله ان انا رفضت بحكايه ابن عمك دي. وادي يا سيدي اهو رجل على رجل. السلام عليكم. ايه ده معقوله؟ مش انا برضه شقه العروسه؟ لا ما انا قلت لك يا ابني في الدور اللي فوق. متاسفين يا فندم. يا عم شلت رجلك ليه يا دوله؟ ما قلتليش بقى يا عم الترابيزه دي انت محتاجه ليه؟ انتوا بعتوا العفش ولا ايه؟ النهارده يا سيدي عيد جوازنا التاسع انا ورانيا. ايه ده؟ عيد جوازك انت ورانيا في نفس اليوم؟ وظبطتها ازاي دي يا دوله؟ افهم يا زكي. انا اسف انا اسف اني لخبطتك. إيه؟ افهم يا غبي. ايه؟ النهارده انا ورانيا عيد جوازنا التاسع، يعني من 9 سنين اتجوزنا انا وهي. يعني هو عيد الجواز ده ما بيجيش الا مره كل 9 سنين يعني. طب هو ليه ما جاش قبل كده؟ اهو بقى ظروف. المهم انه جه يعني الحمد لله وطالب بقى ترابيزه. طب يا دوله يعني معلش، هي يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي غمضت عني يعني شويه، مع اني بفهمها قبل ما تطير. ما انت لو تصبر بس لغايه ما تطير هتفهمها. عيد او استعجالك ده اللي مخليك مصنف كغبي. ماشي بص يا دوله، يعني هي عيد الجواز ده يعني مشترط يعني وجود ترابيزه؟ عايز افهم. مشترط لاما ما يجيش. هو بيتنك ليه؟ عارف انا رمزي انا بفكر في ايه؟ في ايه؟ ان الخمس دقايق اللي ضاعوا من عمري وانا بتكلم معاك دول مش راجعين تاني خالص. ايوه بتفكر في ايه بقى؟ ما بفكرش، انا بطلت افكر خلاص. طب بص يا دول، انت شكلك كده قلقان وانت ابن عمي عم ومش عايزك تقلق. بص رمزي هيظبط لك احسن ترابيزه في مصر. امي بقى خلاص. منك لله. اقول لك على حاجه، تحب اولع لك في الفرن تقفي قدامه شويه؟ ولعي لي في الفرن انت كمان. شي بدك لله، بدك لله يا شيخه. السلام عليكم. عليكم السلام. يا جماعه في ايه؟ انا هيجي لي التهاب رئوي بسبب اختك المجنونه دي. خلاص خلاص يا مجيده، انت هتعمليها اغنيه ولا ايه؟ في ايه بس يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ اختك ترمي عليا جرده الميه ساقعه. جرده الميه ساقعه؟ معنى كده مفيش ولا ازازه ميه ساقعه في الثلاجه؟ ليه كده يا سناء؟ انت جننتي يا عادل. انا ما كنتش اقصدها هي، انا اقصد بنتها الصايعه دي اللي قفلت عليا السخان وانا بستحمى. قفلت عليك السخان ليه كده يا نجلاء؟ انت اتجننتي؟ لانها مسحت لي كل الرنات الجديده وكل النمر اللي موجوده في الفون بوك. الفون بوك ليه كده يا سناء؟ انت اتجننتي؟ ده انا كويس اللي ما مسكش التليفون ده، دشدشته على فخه ورميتها هي والتليفون في الزباله. عماله يا عادل كل شويه تشغل ديكي مارتن وستينج، نغمات في نافوخي، مش عارفه انام. صحيت من النوم يا عادل. مش عارفه تنامي؟ يا نهار ابيض، معقوله كده يا رانيا؟ انت اتجننتي يا جماعه؟ ما يصحش كده، عادل جاي من الشغل تعبان، ناجل المشاكل دي شويه. يا سلام، ربنا يخليكي ليا يا ست الحبايب يا حبيبه. هو ده فعلا قلب الام. وبعدين انت غلطانه يا مجيده. انا هنا، انا برات منك يا شيخه برات. شايف الافتراء بتاع امك؟ شايف يا عادل؟ طبعا. اما بنتك هتجيب الافتراء ده منين؟ لم انت بنتك الاول وبعدين اتكلمي على بنتها. ايه ده انت قصدك ايه يا سناء؟ ما قصدكيش انت يا رانيا. بحسب. خلاص بقى يا جماعه، خلاص بقى. وبعدين انتوا اتجننتوا؟ لكل ظالم نهاية. لعلمك بقى سنة أختك هي اللي غلطانة وهي اللي بتتلكك لنجلاء وبتعاملها على إنها عدوتها. عدوتها؟ مفروض نجلاء أختك دي تراعي فرق السن اللي بينها وبين سناء، مفروض تتعامل معاها على إنها أختها الكبيرة. طبعا لو على فرق السن بقى يبقى هتتعامل معاها على إنها أمها. ما ينفعش تتعامل معاها على إنها أمها، لأنها أصلا ما بتحترمش أمها. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبي، ربنا يخليك يا دودة يا حياتي. عادل انت تقصد ان مامي انا مش محترمه؟ انا ما قلتش ان امك مش محترمه، بس ما دام انت اللي بتقولي انت اضرب امك يعني. لعلمك بقى عشان تبقى فاهم، مامي اللي انت بتتكلم عنها دي برقبتكوا كلكوا، انت وامك واختك. انا جايبه لك البرفان ده هديه اللي انت بتحبه، يا رب يعجبك. الله، ده البرفان اللي انا بموت فيه. ميرسي قوي يا حبيبتي. ايه حكايه امي واختي دي؟ ايه ده راعي كلامك يا هاني بدل ما اخليكي تندمي. الله الله الله. طب ندمي بقى يا عادل،
انا بقى عايز اعرف هتندمني ازاي؟ لعلمك انا عايشه ليل ونهار ندمانه. مش كفايه متجوزك باهلك؟ باهلي يا سلام، حوش حوش. قال يعني انا اللي متجوزك مشفيه؟ ما انا متجوزك انت وامك واختك الصايعه يا هانم. الا صحيح يا حبيبتي، تحبي نسهر فين النهارده؟ اي مكان يا حبيبي معاك هيبقى كويس، مش مهم المكان، مهم ان انا معاك. اختنا صايعه، اختي صايعه. طب لعلمك بقى اختي صايعه، بس اختك انت بقى هبله، وامك اصلا يعني. انا امي اصلا يعني؟ رانيا انت في مكان معين تحبي نسهر فيه النهارده؟ يا بنتي فهميني، يعني انت قلتي له دلوقتي انت لو ما جبتليش هديه في عيد ميلادي انا هسيب لك بيت وامشي. برافو عليكي. ايوه يا بنتي هو ده الكلام، اسمعي مني بس، هو ده الصح عشان يعرف ان عندك شخصيه قويه. استني بس، المهم هو قال لك ايه؟ ايه؟ ايه قال لك انت طالق دي؟ قال لك انت طالق؟ خرب بيتك، انت بتهرجي؟ لا لا يا لبنى، وانا مالي؟ يا بنتي وانا مالي؟ لبنى يا لبنى، خرب بيتك يا لبنى، الناس المجانين دي وانا مالي؟ انت وماما تتطلقوا عايش مع مين فيكم؟ ليه يا سمين تقولي كده؟ لا يا حبيبتي، انا وماما بنحب بعض، ما ينفعش نتطلق خالص. سمعتكم وانتوا بتتخانقوا. عادي يا حبيبتي، اي اتنين متجوزين بيتخانقوا بس بيرجعوا يتصالحوا تاني يعني. لكن اللي بيحبوا بعض؟ يعني انت رايك ان انا صالحها؟ خلص قصر. خلص وقصر. حاضر يلا. حاضر اي خدمه. رانيا انا اسف، يعني ما تخليش مشكله بسيطه زي كده تاثر علينا وعلى الاحتفال بيوم زي كده. مفروض ان احنا نحتفل ونتبسط ونفرح يا رانيا. نو اوعي تصدقيه، هاو دير يو. مش كفايه اللي اختك عملته فينا، ده جاي كمان علشان نزود الطينه بله. ولا طينه ولا بله ولا اي حاجه يا حماتي، يا ريت تخليكي محضر خير. سيبيني يا ماما، سيبيني. تعالي هنا انت، اتجننتي. هتشي امشي، لازم اعديها. هي راحت فين بنتك؟ راحت فين؟ فين هي؟ انا هدور عليها. خرجت، وطبعا انت مش عارفه هي راحت فين. خرجت بنتك الصايعه الضايعه. شي لا بقى نفسك انت يا سناء. على فكره بقى انا اختي مش صايعه مش ضايعه، هي ممكن تكون ضايعه بس عمرها ما كانت صايعه، انت فاهمه ولا لا؟ ولعلمك اللي عملته فيكي اقل واجب يتعمل فيكي، والبادي اظلم. سمع يا ماما، اوعي تسكتي لها. حسبه ان انا ظالمه؟ احب اوريكي بقى يا رانيا. هتشوفي هعمل ايه. بس 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 كفايه كفايه، حرام عليكم حرام عليكم. في ايه؟ يوم واحد، يوم واحد الواحد بس عايز يرتاح فيه. يوم زي النهارده، اليوم اللي الواحد مفروض بيحتفل فيه باليوم اللي هو تهبب اتجوز، اليوم اللي هو اتنيل اتزفتنا فيه، لكن تقعدوا لغايه الساعه 12، سيبونا لغايه الساعه 12 نحتفل، حرام عليكم. دولا حبيبي حبيبي، سيبونا لغايه الساعه 12. عايز ايه؟ عايز ايه؟ قول يا عم، ابن عم حبيبي، علشان بقى ما تبقاش تستصغر رمزي بعد كده. ها وخليك فاكر بقى. بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ ما تقهرش نفسك يا حبيبي، عشان خاطري ما تقهرش روحك. تعالى نخرج نتفسح ونبعد عن الواغش ده. الله، وايه اللي هيخليكم تخرجوا تتفسحوا تبعدوا عن الواغش ما انتوا قاعدين؟ ايه اللي يخلينا نخرج؟ انت ما حجزتلناش ترابيزه ولا ايه يالا؟ ايه يا دول، عيب عليك يا جدع. لا هو ايه، مفيش نظر، مفيش مفهوميه يعني؟ بقى سيبك تروح تجيب الترابيزه في مناسبه زي دي، ما بتجيش الا مره كل 9 سنين يا دول. ادخلوا يا رجاله، ادخلوا. رجاله ايه؟ ايه دولة بقى، دولة بقى. ادخل يا عم مجدي، ادخل يا هاني. اتفضلوا يا رجال، الف شكر. ايه رايك بقى؟ ايه ده؟ طب وانت عايز ترابيزه ليه يا دولة؟ ما انت عندك اتنين اهمت وبالكراسي مختلفه والضيوف كمان عليها. رمزي ايه؟ بقول لك ايه يا عادل، انا عارفه انك كان نفسك تخرج
بس معلش اللي حصل بقى. ما تزعليش يا رانيا، انا مش زعلانه، انا حزينه. وحدوه. لا اله الا الله. ده ايه اليوم ده؟ اتشا. انا اسفه يا بنتي، اسفه قوي. معلش كلنا هنروح المستشفى. اسمع يا عادل بقى، احنا اتفقنا ان احنا كلنا هنعمل لك كده امبيونس جندن فيري رومانتك، ولا احلى محل موجود في مصر. اوكي يلا يا بقى. يلا 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 يلا.